بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جئناكم اليوم بتمرين خاص بالسنة الثانية من تعليم الثانوي، ويستطيع عملية متابعتنا حتى التلاميذ الموجودون في السنة الثالثة من تعليم الثانوي. إذن هذا التمرين كان يقول: هي وضعت في خدمة الزبائن خطين هاتفيين نعتبر أحداث التالية. الخط الهاتفي الأول مشغول، بالخط الثاني مشغول. بعد دراسة إحصائية تبين أن احتمال أن يكون الخط الأول مشغول هو 0.4، واحتمال أن يكون الخط الثاني مشغول هو عبارة عن 0.3، واحتمال أن يكون الخطان معا مشغولان هو 0.2. قالوا احسب احتمال كل من الأحداث التالية: الخط الهاتفي الأول غير مشغول، وثانيا على الأقل إحدى الخطين الهاتفيين مشغول، رقم ثلاثة على الأقل إحدى الخطين الهاتفيين غير مشغول، على الأقل إحدى الخطين الهاتفيين غير مشغول. إذا نبدأ على بركة الله. بالنسبة لي حل التمرين يكون بالشكل التالي. إذا نبدأ على بركة الله بعملية حل هذا التمرين كما يلي. الحل هو عبارة عن أتشل. إذا نقوم بعملية تصغير رقم الخط فقط، نضعه 18. إذا نبدأ على بركة الله بعملية الحساب. إذا هنا نريد عملية حساب احتمالات. إذا حساب احتمالات كل من. إذا نبدأ على بركة الله. إذا أولا واحد، الخط الهاتفي، الخط الهاتفي الأول. إذا الخط الهاتفي نريد عملية حساب احتمال الخط الهاتفي الأول غير مشغول، يعني ماذا يا شباب؟ يعني حساب، إذا حساب احتمال الحادثة على المعاكسة يساوي إلى واحد ناقص بلي. إذا بلي ماذا؟ لأ بلي أ. إذا طلب المعطيات، نقوم بعملية الصعود إلى المعطيات. المعطيات أعطيت أن احتمال، إذا ماذا يساوي يا شباب؟ يساوي واحد ناقص 0.4، فنتحصل على أنه 0.6. إذا قمنا بعملية حساب احتمال الخط الهاتفي الأول غير مشغول. إذا احتمال أن يكون الخط الهاتفي الأول مشغول هو عبارة عن 0.4، احتمال أن يكون غير مشغول معناه هو عبارة عن نستخدم الحادثة المعاكسة هنا. إذا الاثنين قال حساب أو على الأقل، إذا حساب احتمال هذه الحادثة اللي هي على الأقل إحدى الخطين، على الأقل إحدى الخطين مشغول، ماذا يعني هذا؟ يعني حساب إحدى الخطين مشغول معناها أن يكون هو عبارة عن ماذا يا شباب؟ إذا الحادثة هذه هي عبارة عن اتحاد إحدى الخطين على الأقل مشغول، يعني هو A اتحاد B. ويساوي، إذا ماذا يساوي يا شباب؟ يساوي إلى احتمال حدوث A زائدا احتمال حدوث B ناقصا احتمال التقاطع اللي هو A تقاطع B. A تقاطع B، إذا لدينا هنا، إذا نبدأ مباشرة. إذا احتمال A هو 0.4 زائد احتمال B، ها هو هنا مكتوب 0.3 ناقص احتمال التقاطع اللي هو 0.2، نتحصل على أنه يساوي ماذا يا شباب؟ يساوي إلى 0.5. إذن قمنا بعملية حساب احتمال أن يكون على الأقل إحدى الخطين مشغول. إذن هذا بالنسبة لي عملية حساب. بعدها قال حساب احتمال، إذن حساب احتمال على الأقل، على الأقل إحدى الخطين، إذا على الأقل
إحدى الخطين الهاتفيين غير مشغول، إحدى الخطين غير مشغول معناها هو عبارة عن احتمال تقاطع الحادثتين المعاكستين، إذن هو احتمال تقاطع الحادثتين أو اتحاد الحادثتين المتعاكستين، إذن هو احتمال حدوث الحادثة المعاكسة لأ والحادثة المعاكسة لب، إذن هذا هو نفسه هو يساوي، إذن حادثة المعاكسة ما هي يا شباب؟ إذن هو دائما حادثة المعاكسة هو واحد ناقص، إذن احتمال الاتحاد هو ب، إذن هو احتمال حدوث ب، إذن هنا إذن يصبح معاكس الأ هو معاكس الأ هو أ، ومعاكس الاتحاد هو التقاطع يا شباب، يصبح هنا التقاطع ب، إذن سوف نتحصل على أنه واحد ناقص بالنسبة لي احتمال التقاطع كان هو عبارة عن 0.2، فنتحصل على أنه 0.8، إذن هذا هو احتمال على الأقل أو احتمال الحدث التالي اللي هو على الأقل إحدى الخطين الهاتفيين غير مشغول، معناها هو 0.8، وهذا يعني أن هذه العيادة أو العيادة الطبية هنا أعمالها كما يقال هي صحية وحسنة، لأنه احتمال أن يكون الخط غير مشغول هو 0.8، يعني أنك وقتما اتصلت لربما تجد أن الخط غير مشغول، معناها خدمات جيدة إلى حد ما. إذن هذا بالنسبة لي التمرين التالي، وهو خاص بي، هذا التمرين خاص بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي الشعب العلمية، وكذلك السنة الثانية من الشعب العلمية. كان معكم الأستاذ جويل أحمد من مدينة طمراس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودعواتكم بالرحمة للوالدة وللزميل الحاج عمر رحمه الله، اللهم اغفر له وارحمه يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.